من اكتر الاسئله اللي بشوفها هنا في العياده بيبقى فيه كابل. الكابل دول يا اما اتجوزوا فعلا يا اما داخلين على جواز وعايزين ياجلوا الخلفه سنه او اتنين لحد ما يعني يبقوا حابين انه ربنا يكرمهم ان شاء الله. طيب الكابل ده بيبقى عندهم مشكله، نستخدم ايه وسيله منع حمل تكون مناسبه وامنه جدا؟ دايما بيبقى عندهم افكار ان انا لو استخدمت حاجه هرموناتي هتتلخبط بعد كده، مش هعرف اخلف بعد كده، هيبقى فيه مشكله. هو في الحقيقه الكابلز دول مفروض اول حاجه يعملوها قبل قرار ان هم ياجلوا الحمل ان هم يعملوا تحاليل خصوبه. يعني الست تعمل سونار وتعمل تحاليل خصوبه، الزوج يعمل تحليل سائل منوي ويتاكدوا اصلا انه مفيش مشكله هتمنع الحمل في المستقبل. ثم هنا يجي القرار. افضل وسيله منع حمل الكابل اللي هم لسه ما خلفوش هو برشام منع الحمل ثنائي الهرمون. هو مش هيلخبط هرموناتك، مش هيأثر عليكي باعتبار ان انت اصلا ما عندكيش مشاكل. في بس بعض الفئات اللي ممكن تكون ممنوعة من استخدام برشام منع الحمل، ودي حاجة احنا بنناقشها مع بعض وبنعرف اذا كنتي منهم ولا لا، زي الستات المدخنين او اللي عندهم ضغط او عندهم داء السكري او عندهم هيستوري او يعني جالهم جلطات قبل كده، او الستات اللي بعد الـ40، فدول طبعا مش هيبقى مناسب ليهم. ولكن اللي ما عندهمش الاكسبشن دي او الاسباب ان احنا ما نستخدمهاش، فهو برشام منع الحمل ثنائي الهرمون هو البيرفكت تشويس او الاختيار الامثل ليكي.